مشاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي ونتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله السادسه من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة طبقاً لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات هتنتهي عمليات الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الفرز والاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات المشاركة في الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. النهاردة هيبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض المنطقة الأولى لمسلسل رقم 3 و4 و5 المرحلة الأولى ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى. النهاردة هتجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق، وده بحضور جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني لجلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق. وخاض الأهلي أول مران له بالسعودية على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية استعداداً لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة 10 ليلاً، في نفس التوقيت مباراة إي سي ميلان الإيطالي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.